أفاد موفد العربية إلى كوبنهاجن أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يبذل جهودا مضنية في محاولة لإنقاذ قمة المناخ من الفشل، وهو دعا القادة إلى تمديد فترة بقائهم في كوبنهاجن للتوصل إلى حلول للخلافات التي تعرقل الاتفاق، وأهمها آلية مراقبة التزام الدول وتحديد نسبة الانبعاثات التي تصر عليها الولايات المتحدة وترى أن الاتفاق من دونها، فيما ترفضها الصين بشدة وتعتبرها تدخلا في شؤونها، داعية إلى الثقة بالتزامها بالاتفاقات الدولية، ما أدى إلى اتهام الطرفين بإفشال القمة. للمزيد معنا موفدنا إلى كوبنهاجن طلال الحاج. طلال، إذا كان هناك يعني ما يزيل التشاؤم من القمة، من فشل القمة تحديدا؟ في واقع الأمر هناك الساعة القادمة ستكون حاسمة. نفهم الآن وفي هذه اللحظات يجتمع الرئيس باراك أوباما مع رئيس الوزراء الصيني وين جيباو. هذا الاجتماع قرر له الساعة 7 بتوقيت كوبنهاجن، وبدأ الآن. ربما تكون هذه الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق هنا في كوبنهاجن. الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيغادر هنا في الساعة 8 من مساء اليوم إذا فشل هذا الاجتماع بالتحديد. نتطلع في خلال الساعة القادمة أن نسمع الأخبار عن هذا الاجتماع، وفيما إذا سيكون هناك اتفاقية هنا هذه الليلة. وصلتنا يعني أخبار كما تأتي على الوكالات بأن هناك مسودة جديدة غير تلك المسودة التي تحدثنا معك سابقا عليها، ويتقول ربما يختزل الأمر في نهاية هذه القمة إلى اتفاق على تخفيض الانبعاثات فقط بدون تحديد مسألة الدعم المادي والمعونات للدول الفقيرة. هي هذه ليست المشكلة الوحيدة، الدعم، الحصص المالية، ارتفاع درجات الحرارة ومقدارها، التحقق هو المشكلة، التحقق الدولي من تطبيق تنفيذ التعهدات من قبل خاصة الصين والهند. الصين حتى الآن ترفض ذلك. إذا توصلنا إلى اتفاق قد يكون اتفاق عريض لإنقاذ ماء الوجه لا أكثر. الأمين العام حريص على أن يخرج هذا المؤتمر الذي تتبناه الأمم المتحدة، سلسلة مؤتمرات، هذا هو الرقم 15 والسادس عشر سيكون في المكسيك، لا يريد لها الفشل الذريع باشتراك 130 رئيس دولة. ما توقعه ربما إعلان من هذا المؤتمر لإنقاذ ماء الوجه، الاتفاقية الملزمة غير موجودة، اتفاق السياسي حتى الآن غير موجود بسبب رفض الصين أي مراقبة دولية من قبل البنك الدولي المصرف الدولي. يعني هل انقسام فقط طلال ما بين الصين وأمريكا، أم أن الزعماء المجتمعين هناك ربما يكونوا أيضا منقسمين؟ هل المسألة واضحة بهذا الشكل؟ لا، واضحة جدا، لكن انقسام من قبل الجميع. الأفارقة يرفضون التقسيم الحصص. زيناوي رئيس من أثيوبيا قال أنهم سيقبلون ب 40% من 30 مليار دولار بحلول سنة 2010 و 50% من 100 مليار دولار. الأفارقة لا يريدون ذلك ويرفضونه، ويقول أنه لا يتحدث باسمنا. مجموعة تحالف الدول الصغيرة، الجزر الصغيرة، AOSIS أيضا ترفض ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من درجة ونصف، وتسمي ذلك 1.5 to stay alive، بما معناه أن أي ارتفاع أكثر من درجة ونصف بمقارنة بالتسعينات سيكون حكم إعدام على هذه الشعوب والجزر التي تختفي تحت سطح البحر. نعم. هناك خلافات من قبل الجميع، ولكن الخلاف الأول والرئيسي هو بين الصين والولايات المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بالمراقبة الدولية. من داخل أروقة قمة المناخ في كوبنهاجن مفدنا إلى هناك طلال الحاج، شكرا جزيلا طلال. أفاد موفد العربية إلى كوبنهاجن أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يبذل جهودا مضنية في محاولة لإنقاذ قمة المناخ من الفشل، وهو دعا القادة إلى تمديد فترة بقائهم في كوبنهاجن للتوصل إلى حلول للخلافات التي تعرقل الاتفاق، وأهمها آلية مراقبة التزام الدول وتحديد نسبة الانبعاثات التي تصر عليها الولايات المتحدة وترى أن الاتفاق من دونها، فيما ترفضها الصين بشدة وتعتبرها تدخلا في شؤونها، داعية إلى الثقة بالتزامها بالاتفاقات الدولية، ما أدى إلى اتهام الطرفين بإفشال القمة. وينضم إلينا من كوبنهاجن موفدنا إلى هناك طلال الحاج. طلال، ربما يكون هناك جديد الآن. بالفعل هناك اجتماع بدأ الساعة 7 ويشارك فيه الرئيس أوباما ورئيس الوزراء الصيني جيباو وين جيباو، وكذلك رئيس وزراء الهند سينغ، بالإضافة إلى الرئيس
دي سيلفا من البرازيل. هذا الاجتماع أيضا شارك فيه جيم جونز مستشار الأمريكي بالإضافة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون. كان جيباو رئيس وزراء الصين أول من حضر هذا الاجتماع، دخل الغرفة وبعد ذلك دخل الصحفيون الصينيون وتدافعوا ومنعوا الأمريكان من الدخول، المصورين الأمريكيين والفول الأمريكي. روبرت جيبس المتحدث الرسمي للبيت الأبيض رفض الدخول وقال ولن يشارك في الاجتماع ما لم يسمح للصحفيين الأمريكيين بالدخول. أيضا أوباما كان من حضر هذا الاجتماع وبدأه بقوله هل أنت مستعد لرؤيتي يا سعادة رئيس الوزراء محادثا الصيني. وكذلك كانت هذه دلالة على أن المشكلة الآن هي أمريكية صينية. الاجتماع ما زال منعقدا حتى الآن ولا نعرف ما تم داخله. ونحن بدورنا طلال سنعود إليك تباعا لتضعنا في صورة ما يدور في قمة المناخ في كوبنهاجن. موفدنا إلى هناك طلال الحاج، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة والصين والهند وجنوب أفريقيا قد توصلوا إلى اتفاق وصف بالمهم بشأن المناخ في كوبنهاجن. وقال مسؤولون إن الدول غير راضية تماما عن الاتفاق، ولكنه بالرغم من ذلك فإنه يعد خطوة تاريخية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد بذل جهودا مضنية في محاولة لإنقاذ قمة المناخ من الفشل، وذلك بسبب الخلافات التي تعرقل الاتفاق، وأهمها آلية مراقبة التزام الدول وتحديد نسبة الانبعاثات التي تصر عليها الولايات المتحدة وترى أن لا اتفاق من دونها، فيما ترفضها الصين بشدة وتعتبرها تدخلا في شؤونها داعية إلى الثقة بالتزامها بالاتفاقات الدولية. ومعنا من أروقة قمة المناخ في كوبنهاجن موفدنا إلى هناك طلال الحاج. طلال، يعني اتفاق يقولون إنه اتفاق تاريخي، وهناك مسؤولون يقولون أنه غير كافي في نفس الوقت، لا أدري إذا كانت اتضحت تفاصيل وملامح هذا الاتفاق. لم تتضح بعد. نفهم أن مسؤول كبير في إدارة أوباما قال أن الصين والهند وجنوب أفريقيا توصلوا إلى اتفاقية ذات معنى meaningful agreement حول التغيرات المناخية، هذه كلماته، ولكن لا نعرف حتى الآن تفاصيل هذه هذا الاتفاق. وصف الاتفاق بأنه خطوة أولى ولكنه قد يكون غير كافي لمواجهة التحديات التغيرات المناخية، أي بما معناه أنه قد تكون اتفاق لإنقاذ هذا المؤتمر من الفشل الكامل الذي يخشاه الجميع. المتحدث هذا تحدث على شرط أن نبقي على هويته مبهمة. طيب، نقلت لنا في لقاءات سابقة أجواء اللقاء ما بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الصيني، لا يعني إذا كان اللقاء انتهى فكيف كانت أجواءه؟ لم حتى الآن لم يعلن رسميا عن كيفية مسار تلك المحادثات التي اشترك فيها رئيس البرازيل ورئيس وزراء الهند أيضا سينغ. ولكن هذا الاتفاق الآن الذي يعلن عنه، هنا الحركة كبيرة جدا داخل، يحاولون الوقوف على هذا تفاصيل هذا الاتفاق الذي وصفه هذا المسؤول بأنه خطوة أولى فقط، ولكنه أيضا كما قلت قبل غير كافي لمواجهة تحديات هذا كوكبنا للتغيرات المناخية، هذا هي كلماته. أعتقد أنها محاولة فقط. نعم. وربما تسمع في الغد أن هذا الاتفاق كان بمثابة غطاء للفشل الذي وصل إليه هذا المؤتمر. سنعود إليك لاحقا طلال لتضعنا في صورة ما يدور هناك من داخل أروقة قمة المناخ في كوبنهاجن. موفدنا طلال الحاج، شكرا جزيلا لك. اتفاق كوبنهاجن وصفه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنه اتفاق ذو معنى، وإن كان وفقا له لا يتعدى مجرد خطوة أولى وغير كافية
لمواجهة التحديات المناخية في المستقبل. Going forward, we're going to have to build on the momentum that we've established here in Copenhagen to ensure that international action to significantly reduce emissions is sustained and sufficient over time. We've come a long way, but we have much further to go. كثيرون اعتبروا الاتفاق مجرد غطاء لفشل حقيقي، فهو حتى بالمقاييس الأمريكية الثلاث التي حددها الرئيس أوباما نفسه حال قدومه إلى كوبنهاجن لم يشمل أولا تعهدات الدول بنسب خفضها لانبعاث الغازات، وترك ذلك لما بعد كوبنهاجن على شكل ملاحق ترسلها الدول وتضاف لاحقا، وهو لا يشمل الشرط الثاني أيضا، وهو آلية دولية لمراقبة التعهدات والتحقق من تنفيذها، بل الآلية المطروحة الآن هي طوعية وذاتية تماما. أما الشرط الثالث وهو حسب نسب التمويل فهو أيضا لم يتضمنه هذا الاتفاق. اتفاق كوبنهاجن ليس بوثيقة قانونية ملزمة، وهو أمر أسف له الرئيس أوباما، وتوقع أنه لن يصبح قانونيا أو ملزما قبل مرور وقت طويل. It is still going to require more work and more confidence building and greater trust between emerging countries, the least developed countries and the developed countries before I think you are going to see another legally binding treaty. أما مجموعة 77 فقد وصفت القمة بالفشل ووصفت الاتفاق باللا ديمقراطي. This is a gross violation to the tradition of the United Nations. A deal cannot be superimposed on the parties. It simply says that there is no respect for any institutional frame. There is no respect to tradition of democracy and transparency. الاتفاق ولم يكن هو المرتجى من قمة كوبنهاجن إلا أنه على الأقل تلافى أولاً الفشل الواضح للعيان والذي كان سيكون بمثابة مصيبة كبرى للمؤتمرين، وثانياً فتح أبواب استمرار الحوار، وثالثاً وربما الأهم ركز أنظار الشعوب على مخاطر التغيرات المناخية التي تهدد كوكبنا بأكمله. من قاعة مؤتمرات بلا سنتر، طلال حاج، العربية، كوبنهاجن.